بعد هذه بدينا أسعد الله صباحكم ساكم على اختلاف التوقيت بالنسبة لكم لما كنتم بالعالم نحييكم بتحيات الإسلام والسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قضية جديدة ضمن برنامج القضية. قضية الليلة أيها السادة والتي نحن بصددها وسنقوم بمشيئة الله تعالى بعرض الرأي والرأي الآخر كما عودناكم دائما، هي قضية من القضايا الجدلية، أستطيع أن أتحدث ذلك وأن أقطع بذلك أيضا وإن كنت لا أميل إلى ذلك عموما. من منا دائما لا يتحدث حول الأجور المرتفعة للاعبي كرة القدم، من منا لا يدخل في دائما ما نستطيع أن نسميه أو أن نطلق عليه بمقارنات بين ما تحصل عليه من مؤهل علمي مثلا وصل به إلى مرحلة ما وبين ما يتقاضى لاعبي كرة القدم. وهنا يتحدث البعض ماذا يضيف لاعب كرة القدم للمجتمع حتى يتحصلوا على هذه الرواتب، هذه ناحية أو هذه زاوية. في المقابل البعض يتحدث عن أن هذا هو عالم الاحتراف وأن كرة القدم تضيف أمور أخرى وإن كانت بشكل غير مباشر، كثير من يعمل بقطاع الرياضة ورأينا ما حدث حينما توقفت كرة القدم لأمور ما في أوقات معينة. البعض يتحدث لماذا لا نطور أيضا كرة القدم، أصبحت صناعة وأصبحت علم. وبين هذا وذاك وهذا المعسكر وأيضا المعسكر الآخر المغاير تمضي وتيرة الحديث التي يوصلها البعض إلى حد التعصب أحيانا عبر منصات التواصل الاجتماعي، والتي أحيانا أو في بعض الأحيان الأخرى وإن كانت بقلة يراها البعض في حيز المناقشة والمحاورة العلمية والعملية، ونحاول أن نكون من هؤلاء القلة. رحبوا معي أيها السادة في صدر هذا اللقاء وفي بداية هذه الحلقة بضيوفي في استوديو الهواء، الكاتب الصحفي والإعلام الأستاذ سامح دراس. أهلا بك يا فندم، نور بك كل عام حضرتك بخير وسعداء بحضرتك. كذلك أيضا نشرف بالكاتب الصحفي والباحث الإعلامي الأستاذ طارق فوزي. مرحبا دكتور، الحمد لله بالسلامة. الله يسلمك حبيبي. وكانت لنا مناظرة سابقة أيضا بين طرفي الحديث حول فيسبوك، وكانت مناظرة هادئة ومحترمة وقورة، حتى أن البعض يعني قال لي ما تعودتش أن المناظرات تبقى محترمة كده أو مبقاش فيها خناقات. يعني نهدف دائما للتوصل إلى معلومة أكثر من يعني عملية الإثارة، نهدف إلى أن نكون إعلام إنارة إن شاء الله بإذن الله تعالى. نبدأ من الجانب المعارض وكده. أستاذ سامح، هتاخد عنك انطباع أنك معارض دايما، مش عارف بقى. كرة القدم، أجور اللعيبة، عقود كبيرة، بنتكلم دلوقتي في أرقام عشرات الملايين. يعني لاعب شهير جدا جدا، فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك المحترف، غادر الفريق لصفوف الاتحاد القطري أو لصالح الاتحاد القطري عشان الفلوس، والبعض يقول لك ده الرياضة ودي الكورة ودي عقلية المحترف، والبعض الآخر يقول لك طب وليه؟ إيه اللي وصل اللعيبة للسعر ده؟ طيب حضرتك معرض لي، ما كرة القدم أصبحت علم وصناعة في أوروبا وأجور وناس تانية بتتكسب. تمام، خلينا الأول نبدأ الاحتراف كيف بدأ. الاحتراف أول بداية الاحتراف خالص كان سنة 1862 في بعض في ناديين اسكتلنديين، كان في لاعب اسمه لانج يعني اسمه كده، طبعا هو ده اسم. فلانج ده كان يعني كان شاطر وحريف زي ما احنا بنقول كده بالبلدي، فالفريق المعاكس ليه أو اللي هو قصاده عجبوا الفريق، عجبوا اللاعب ده، فرح قال له ما تيجي عندنا في النادي بتاعنا وهنديلك ونزودك يعني. بس هم ما دخلوش بقى بالمدخل، لان اصلا ما كانش حد يعرف اصلا ان في حاجه اسمها احتراف. هم كان عندهم مصنع زي مصنع حديد وصلب كده، هم كان طبعا الشركات، فقال له ما تيجي تشتغل عندنا في المصنع وامننا لك مصدر دخل وتلعب معانا. فالفريق الثاني فوجئ ان هو اللاعب ده بعد فتره موجود، لكن حصلت له حادثه طريفه ان هو كان عينه يعني راحت في حادثه فرموه، فلا طال ده ولا طال ده وحتى وساب المصنع. فدي كانت بدايه الاحتراف خالص من الاول. استاذ سامح معلش الاحتراف من قبل التاريخ ده 62 في الاربعينات، بدليل الكابتن محمد لطيف 1800 كابتن مصر. انت بتقول 1800 1800 طيب. انت قلت حضرتك 1900 لا انا بقول 1862 نرجع مره ثانيه. طيب نرجع مره ثانيه للموضوع. فانا اعتراضي على مجموعه من الحاجات. اول حاجه اللي هو السلعنه، هو طبعا السلعنه يعني اللي هو اعتبار اللاعب كسلعه. مش حاجه وحشه ان انا اجيب لاعب حتى وان كان اللاعب كسلعه بيضيف للمنظومه في الاخر. هقول لحضرتك على حاجه زي الفل. اللاعب المفروض ان انا كره القدم اصبحت صناعه،
والصناعه دي فيها مكسب وخساره، حتى ان ميزانيه بعض الانديه بتصل الى احيانا ميزانيات بعض الدول. الدول صحيح. فاصبح الموضوع موضوع صناعه. لكن من بعد دخول الاحتراف واللاعب اصبح انتمائه ليس لما يحب ولكن انتمائه للماده، لمن يدفع اكثر. اصبح هو عباره عن بيبيع حاجه، بيبيع منتج اللي هو حرفته او سلعته. طيب او شطارته. ما هو ده في حد ذاته يا فندم الاحتراف حلو قوي، اللي هو يعني تجنب العواطف والشغل بالعقل. لكن لو احنا عقله. لو احنا جينا بصينا للموضوع هنلاقي ان في بعض الناس التحقت بانديه مخالفه ليها في كل حاجه، حتى في الجانب العقائدي والجانب الايمان. يعني مش عايز اذكر اسماء، حتى في ناس بعض التحقت ببعض الانديه المملوكه للانديه الاسرائيليه عشان خاطر يعني عشان البيزنس واول احتراف، عشان كدخل اكتر او عشان الفلوس. فانا دلوقتي اصبحت كسلعه. انا فين قيمتي كبعمل حاجه؟ يبقى معنى كده لما انت تطلع لي تقول الحته اللي هي بتاعت ايه فلان ده بقى ابن النادي، ما عادش حاجه اسمها ابن النادي، في حاجه اسمها ابن الجنيه او ابن العمله. فاصبح حته الانتماء ان انا بحب نادي معين، فما عادش هي دي، لا انا بحب من يملك خزنة أكبر، من يملك دفتر شيكات يعطي مبلغ أكبر. فأصبحت أنا كقيمتي كإنسان. نعم. يعني إحنا مثلا لو جينا بصينا للجيل اللي فات، مثلا كابتن محمود الخطيب، كابتن حسن شحاتة عاش ومات في يعني مش موجود. مات موجود. موجود. انتهى عطاؤه القروي في نادي معين لأنه محب، حتى رغم الإغراءات اللي جات له من أندية تانية. فانت طلعت قيمه ان في حاجه اسمها الانتماء، ان في حاجه اسمها حب. حتى بتلاحظ ان اللعيبه المحترفه خارجيه لما بييجوا يلعبوا في الانديه، مثلا ميسي ورونالدو ومش عارف ايه والكلام ده، شوف ميسي او شوف رونالدو في الفريق بتاعه وشوف في المنتخب بتاعه، بيحافظ على نفسه، بيبتعد عن احتكاكات، بيبتعد ان حد يخبطه، بيبتعد ده عشان خاطر يعني الموضوع منو مع ان ده بلده. يعني بلده المفروض ان انا اتحول لبزنس اصلا. يعني. فحتى بالك انا خاف اتصنع المنتخب اعطل من الفريق اللي هو بيديني الفلوس المام. حتى احيانا ممكن ابقى انا الفريق اللي انا بلعب فيه. يعني مثلا في احداث غزه الاخيره، كان في بعض الناس موجودين في انديه مواليه لاسرائيل خافت انها تعبر عن رايها، مخافه ان يتم ايقافها. يعني حتى النني لما طلع عمل تويتر عشان خاطر مناصرة للأقصى، طلع واحد قال لا ما يلعبش في نادينا واحد بينادي بحاجة أصلا مخالفة لآراء النادي. فمعنى كده أن أنا بدأت أسلخك واحدة واحدة. تمام. من هويتك، من أفكارك، من إيمانك. السلخ من الهوية. نعم نعم، هذا جانب أعود إليك فيه مرة أخرى. دكتور طارق، قبل الردود وأنا شوف حضرتك سلام ما شاء الله المرة دي جايب ورقة وقلم وتاخد يعني نقاط على هنتخانق المرة دي إن شاء الله. لكن قبل يعني أن نستطرد في هذه الردود، دعني أسألك سؤالا مباشرا. أي نعم، وإن كنا دخلنا عالم الاحتراف وبزنس وقطاعات كتيرة شغالة، لكن اللعيبة اللي هي يعني هو قال لك الوقت ما عادش في حاجة اسمها ابن النادي، الراجل بيسيب النادي في مقابل الفلوس لمن يدفع. وتقريبا المثال يعني، ونحن أيضا في مثال يعني، هذا فيما يتعلق عن القطبين المصريين الأهلي والزمالك، ده واقع معاش يعني. في الحين الجماهير بيوصل بهم الحد إلى حد الاقتتال عشان خاطر الفرقة، وممكن يكونوا في بيت واحد. أليس هذا من عب كرة القدم؟ بص حضرتك، قبل كل شيء يعني أنا عاوز أقول لحضرتك أن كرة القدم دي أساسا أنشأت للمتعة. وأي شيء فيه متعة دايما أن هو لازم حتى المتعة بتتطور. عاوز أقول لك تتطور. هي بدأت متعة الأول بدون تعصب وبدون أي مشكلة في العالم كله، وطبعا هي اللي أنشأتها إنجلترا. فبدأت الكرة القدم دي يعني حاجة لعبة لذيذة جميلة، ابتدت تنتشر واحدة واحدة كده أنها حاجة ممتعة للبشر. فزي ما الاستاذ سامح قال ان فعلا ابتدى بقى يبقى فيها حته الاحتراف والكلام ده كله. انا بيعجبني لاعب في الفريق المنافس، فانا عاوز استقطبه بقى باي شكل، باغراء بقى يعني باي اغراء، لكن لاغراء المال هو رقم واحد. واصبحت كره القدم خلاص بقت صناعه، ومش صناعه عاديه. انا بقول فيها وعجبني تعبير جدا لاحد الكتاب، قال كره القدم صناعه ثقيله. صناعة ثقيلة. شوف المعنى جميل ازاي. لماذا بقى؟ لان الصناعة الثقيلة دايما بتتميز انها رأس المال بتاعها ضخم جدا. فعلا كرة القدم دلوقتي فعلا يعني اول حاجة فيها لازم تكون رأس المال ضخم فيها جدا، واللي بينجح دايما اللي هو صاحب رأس المال الضخم.
اكتر من الموهبه واكتر من، لان هو بيشتري الموهبه، راس المال هو اللي بيشتري الموهبه. نعم. فاصبحت دلوقتي الموضوع يعني المواهب على قد ده كله في العالم المواهب قليله جدا، وده اللي بيخلق الاسعار المرتفعه. تخيل انت مثلا لو المواهب الكرويه كبيره وزياده في العالم كانت الاسعار هتقل. لكن انت مثلا في العالم كله لو انت عديت المواهب على مستوى العالم، المواهب اللي هي اللاعب الموهوب مش اللاعب المصنوع يعني، تقصد الموهوب طبعا. في ندره مثلا لو عديتهم بكتير كام، 100 200 على مستوى 200 ولا حاجه، اي ده نقول حضرتك حتى ولو على مستوى العالم لا يمثلون اي شيء. فدايما الشيء اللي فيه موهبه، مش الكره القدم بس، اي موهبه، موهبه فيها متعه بيكون سعرها عالي جدا. على سبيل المثال مثلا الشعراء في العصر العباسي مثلا كان ده ازهى عصور الشعراء، وكان دايما الشاعر الناس دايما بتحب الشعر، كان الشعر لعب كوره، كان بالظبط لان كانت فيها جزء من المتعه. كانت هي المتعه في الوقت ده قبل الغناء وقبل الموسيقى والكلام ده كله. فلما كره القدم جت هي فعلا متعه جميله جدا، يعني محببه حتى للحيوانات. طيب ده لا خلاف عليه، فكره المتعه وفكره الاحتراف لا خلاف عليه، لكن لما يوصل الحد لدرجه ان انا ابقى صاحب مؤهل ومش مؤهل عليه بس، لا ده بدل مستوى اقول لك يا اخي يا ريتنا ما اتعلمنا يا اخي فعلا، يا ريتنا طلعنا لعيبه كوره يا اخي. اقول لك كده يعني، خلينا نكون موضوعيين يعني في ايوه، لانه بيحصل على طيب. على يعني مرتب او بيحصل على ده مسؤوليه مين يا فندم؟ لا هي مش مسؤوليه حد. ليه مسؤوليه؟ هي متعة انت اللي بتدفعها. ايوه انت بتدفعها متعة انا بدفعها، لكن لا الشريحة الكبرى في المجتمع بما فيها من مهنيين وحرفيين وعلماء واطباء و في وادي ماليا وماديا. ايوه. وهناك شريحة معينة اخرى. طب انت ايه رايك ان الشريحة دي هي اللي بتدفع له؟ هي المسؤولة. هم اللي بيروحوا يدفعوا تذكرة المباراة، هم اللي بيتمتعوا، هم بيبقى كمان ممكن يكون مشجع عنده استعداد ان يدفع للفريق بتاعه. طيب. عشان يفوز باي شكل. هل معنى ان تدفع هذه الشريحه وان تكون هي الشريحه المسؤوله عن ضخ المال، هل من المنطقي هذا التوزيع؟ بص حضرتك دي سوق عرض وطلب. لان احنا قلنا صناعه، وطالما صناعه يبقى في عرض وطلب. طيب برضو دعني اسال حضرتك السؤال يعني بطريقه اخرى كما يقولون. اتفضل. يعني في اوروبا حينما يكون العقد الخاص باللاعب بكذا او بمبلغ معين، فدي لان قيمته التسويقيه كده بيجيب كده. هل عندنا في مصر بمعنى اصح في المنطقه العربيه اللاعب اللي يبقى عقده 100 مليون جنيه هل هو قيمته كده؟ لا ولا مجرد نكايه وحروب؟ بيراميدز بيكيد في الاهلي، خلينا نتكلم بصراحه ووضوح. مثلا الاهلي زمان بياخد اللعيبه من الاسماعيلي في فتره جوزيه، الاهلي والزمالك بيدخلوا على لاعب ممكن تبقى قيمته 10 مليون فتوصل ل 80 مليون. لو اضيف الى كده كمان ان ممكن الاهلي مثلا يدخل ياخد صفقه من الزمالك او لاعب من الزمالك هو مش عايزه الاهلي. صحيح. هو عنده ممكن يكون احسن منه او زيه، بس هو اللاعب ده مؤثر في فريق الزمالك فالاهلي ياخده عشان يضعف فريق الزمالك. والعكس برضه يعني، والعكس مش مع حد احنا بالظبط زي ما عمل حصل مع عبد الله السعيد مثلا. الزمالك دفع فيه مبلغ كبير او عرض مبلغ كبير عشان هو يسحبه من الاهلي. تمام. وفعلا عمل هزه في الاهلي فتره. فحضرتك برجع لكلام حضرتك تاني ان دي اصبحت طالما صناعه، والصناعه دائما بيبقى فيها حرب. لا هو انا عايز اقف مع النقطه اللي فاتت، وهي فكره ان عشان نادي بيكيد نادي فبيرفع سعر اللاعب اكثر مما يستحق، وده بقى اللي بيعمل الحاله النفسيه السيئه. يعني احنا لو الامور ماشيه زي هي قيمته كده فعلا. هو بيجيب كده فعلا، هو بيكسب كده فعلا، خلاص كتبت النظره بحد طبيعي. أيوة. هي دي مش مسؤوليه الانديه في حد ذاتها. التعصب وبسميها حروب، يعني حروب شرعيه ما بين الفرق او التنافس عموما هو اللي بيخلق الاسعار دي. اصل انا عاوز اخد اللاعب ده باي شكل. هل هذا تنافس مبرر؟ للمتعه نعم. للمتعه نعم. يعني انا فريقي مثلا بشجعه، مثلا انا زملكاوي على فكره وافتخر اني زملكاوي. لو فريقي بيلعب وهيتغلب ولو الناس الزملكاوي او كلهم الجمهور عندهم استعداد يدفعوا كل ما لديهم بس الفريق يفوز. نعم. يبقى احنا اللي بندفع. واحنا بس ليه؟ لمتعتنا اساسا. طيب ما طلعش انتماء فرجاني زي انتماء الزملكاوي؟ ما تمام. الانتماء ده كان الاول، خلاص بقى انت بتتكلم دلوقتي خلاص. يعني هو الانتماء مرتبط بالجمهور مش مرتبط باللعيب؟ لا مرتبط بالجمهور. لو خد بالك حضرتك دلوقتي، هو اللاعب ده في البدايه هو انسان وله مشاعر وعنده بيت وعنده اسره وعنده مشاعر. انسان برضه ليه مشاعر ماشي، بس هو ماشي، بس هو يعني ويحب يفضل شايف نجمه قدام ونجمه اللي بيشجعه وهكذا. خلاص يقدر يدفع له؟
احنا نرجع برضو لنقطة ان ايه وهل المشاهد كمان مطالب ان يدفع له بشكل مباشر؟ ما هو عشان حب المتعة كرة القدم وحب فريقه وهو عاوز ان فريقه طيب يكسب. السؤال لماذا يطلب من المشجع ان يضحي ولا يطلب من اللاعب ان يضحي؟ يعني لماذا لا يطلب من فرجاني ان يضحي؟ واحد جاي له مبلغ جاي له مبلغ كبير باضعاف اضعاف هو في حب النادي بقى زي ما اسمعنا انا كمشجع للنادي على فكره على مستوى العالم وما بقاش عيب دلوقتي كان لو انا واحد من الناس انا فعلا متضايق من كده وبحب اللاعب يكون عنده انتماء ولو في لعيب مشي من الزمالك بزعل جدا لكن في نفس الوقت اصبحت هي الدنيا كده هو للعلم بس انا مش واخد الاتجاه المعارض لحضرتك لكن انا بسال الاسئله المنطقيه اللي ممكن تتسال لحضرتك هي فعلا انا عارف حضرتك اصل هو ده سؤال الشارع كله نعم ده سؤال الناس كلها والجمهور والدنيا كلها تمام. ما بقاش حتى انت عارف حتى مش عندنا في مصر في جميع اسبانيا يعني المناخ الكروي هناك قريب من المناخ المصري في الكوره عندهم ريال مدريد طبعا وبرشلونه زي الزمالك والاهلي هنا ففي دايما شد وجذب واللاعب اللي يروح هناك ده يعتبر عدو يعني اصبحت زي في العالم كله على فكره يعني. اعود اليك مره اخرى الامور تبدو طبيعيه بالنسبه لل دكتور طارق يعني الموضوع عادي عالم الاحتراف وخلاص والضريبه في الاخر هو اللي بيدفعها الجمهور وهو راضي بكده في نظر المتحكم طيب ليه بقى مأزمين خلينا نتكلم بنوع من المنطقيه اتفضل انت دكتور طارق زملكاوي انا عامه واحد من الناس اخر حاجه يعني مثلا الماتش سمعته مثلا كان بتاع حسام حسن في 98 لما خدنا كاس الامم الافريقيه ماليش انتماء كروي خالص هات لي واحد اهلاوي انت الجمهور كل الجمال لا 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 ماليش خالص اللي يعرفني فعلا ماليش خالص استحاله اقدر اقعد ساعه ونص كده اتفرج على ماتش هو اشوف عدم متعته بكره القدم هي اللي خليته لا 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 خلينا نتكلم بالمنطقيه شويه يا دكتور ما الذي استفاده المجتمع من كره القدم المتعة. في قطاعات كتيره بتلعب بتعمل في الرياضه لا سيبك من المتعه طيب كم انا افترض كم في الميه من قطاعات المجتمع لا قطاع كبير جدا على فكره طيب اوكي ما كم في الميه كم في الميه يعني ما تقدرش تحدده بالظبط بس قطاع كبير انت عارف كره القدم مش لعيبه بس يا دكتور الله يخليك استنى مش لعيبه بس بص هقول لحضرتك على حاجه هنفترض ان صناعه كره القدم في فرق ما بين الرياضه وفرق ما بين الاحتراف في كره القدم الرياضه دي حاجه اساسيه لازم كلنا نعملها من اول ما بنصحى من النوم والرياضه مش كره القدم بس الرياضه مش كره اسمحوا لي الان في سيد محمد بطريق في ظل التساؤل او الطلب اللي طلبه الاستاذ سامح كم في المية عدد العاملين في قطاع كرة القدم تحديدا أرجو الإفادة وفق إحصائية معينة أنا كنت سمعت بإحصائية معينة أنا برضو سمعت إن من فضلك أفيدنا بإحصائية وبلغنا بدري 5 مليون بيشتغلوا في مصر في مجال الرياضة 5 مليون في مجال الرياضة في مجال كرة القدم كرة القدم أعتقد إن الرقم كبير لا مش كبير أقول لحضرتك مبالغة شوية حضرتك مبالغة كتير مش شوية لا أقول لحضرتك أخلص الجزئية وبعدين طب أنا ماشي أنا هقول لحضرتك خلينا في نقطة ثانية خالص اللي هي عدد مش هو ده الموضوع اللي أنا أقصده احنا دلوقتي كمجتمع خدنا وانا اقول البرازيل المفروض ان هي اكتر يعني احنا بنسميها بالبلد كده اكتر مصنع بيصنع لعيبه كره قدم في العالم تمام صح تمام تعال بص البرازيل كلعيبه وبص البرازيل كمجتمع البرازيل تعاني من الفقر وتعاني من التهمش وتعاني من كل الامراض الاجتماعيه اللي انت ممكن تتخيلها موجوده في البرازيل بس حاليا دلوقتي اتحسنت ماشي عموما يعني احنا طيب خلال الفتره الذهبيه بتاعه البرازيل هل هذا هل البرازيل تحسنت نسبيا بـ بـ باي حاجه خاصه بالدخل داخل كره القدم استحاله يبقى معنى كده ان اللي احنا بنعمله ده هو نوع من الهراء يعني انت عاوز تقول حضرتك ان البرازيل ما استفادتش من كره القدم استفادت طيب استفادت طبعا طيب هقول لحضرتك على حاجه خدت الضرايب انا افترض انها خدت 1% من قيمه الضرايب لكن الدخل اللي داخل اللعيبه ده لو كان تم تخصيصه لحاجه تانية تفيد المجتمع لو كان تم تخصيصه ان انا اطلع جيل رياضي مش جيل متعصب ان هو يقعد اصل بص الجمهور كره القدم هتلاقي واحد قاعد على الكنبه في البيت ما شاء الله كرشه قدامه حاجه كبيره كده ماسك في ايده كيس الفشار او كيس اي حاجه اللي بياكلها طيب هو عمال يعملوا طقوس خاصه وقت المباريات ويقعد يخلص البعض يا جماعه هو قصده البعض عشان الجمهور ما يزعلش البعض يا انا 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 اللي اوكي ما هذه غريبه الشعب المصري ان هو بعد ما بيخلص شغله بيروح يقعد في بيته خلاص واحنا بعد ما الواحد بيتجوز طبيعي ان هو لا هو معاد الشعب المصري لوحده اعتقد ده العالم كل الشعوب كل طيب الشعوب يعني دوزه صغيره احنا بعد الماتش الاهلي والزمالك مثلا مين اللي فاز سواء ده او ده مش هتفرق معايا اللعيبه بعد ما خلصوا بيروحوا سهرانين مع بعض
وده يا اما دمه اتحرق يا اما تجيله جلطه يا اما يتخانق مع مراته يا اما يطلق مراته يا اما انا اعرف واحد طلق والله انا اعرف واحد طلق مراته اعرف واحد لما مثلا هو مثلا سي مثلا بيشجع نادي سين فلما بتغلب مراته بتاخد بعضها وعيالها وتطلع عشان خاطر هتبقى ليه بس دي حاجات فرديه وحاجات استثنائيه اللي انا اقصده المجتمع اصبح عمل الحاجه عباره عن متعه دخلها انها حاجه اشبه بالعقيده يعني ممكن واحد الدين يتسب قدامه ما يتعصبش مثلا لو لاحظ النادي بتاعه اتعصب قدامه لا ده ممكن يموت الدنيا وكسر الدنيا وتخانق صح ولا كلام غلط فمعنى كده ان احنا دخلنا في قضيه الاحتراف اللي بيستفاد بيها اللاعب فقط انما لو انا دلوقتي طلعت واحد يحترف راح جامعه مثلا جامعه اوروبيه او جامعه امريكيه يحترف زي الدكتور زويل دكتور مجدي يعقوب وده نوع من الاحتراف ان هو بيتبادل الخبرات طيب هو في ظل السؤال اللي حضرتك طلبته الاستاذ محمد ابو طارق افادنا الان ان فعلا العاملون في قطاع الرياضه عموما مش كره قدم بس في قطاع الرياضه عموما قد يصل الى 5 مليون قطاع الرياضه احنا بنتكلم عن لكن الاحتراف كره الرياضه في مصر اغلبها ايه هي اللعبه الجماهيريه كره القدم على مستوى العالم اللي انا اقصده بدل ما نهتم ان انا اعمل اكاديميات ان انا اطلع لاعب يجيب لي دخل ما انا اطلع عالم واحد زي الدكتور مجدي يعقوب عمل مستشفى عالج كام الف واحد اللاعب هو اللي بيستفيد لوحده صح ولا كلامه غلط طيب هو في زاوية اخرى ايضا يعني لكره القدم بمعنى ان انا بتحصل حاله من التعصب في متابعه كره القدم دي لها اضرار نفسيه واضرار صحيه لكن ممكن اقول لك طب ما هي جانب من المتعه ناس تقول لك انا علاجي كده انا ما بيخرجنيش من حاله الاسترحال والتوهاني اللي انا فيها غير لما اتفرج على مثلا الاهلي او اتفرج على الزمالك انا كاتب لك كده على الفيسبوك ابتسم الليله ستشاهد الاهلي او ستشاهد الزمالك او خلافه ده حاجه بالنسبه له علاج نفسي في حد ذاته انا يعني. انا ما انا بقى خلاص بقى طالما الموضوع كده بقى يبقى انا النهارده مش هنبسط لما اشرب حشيش او اشرب خمره او اشرب حاجه انها تعمل لي مزاج صح وطالما بقى جبنا الاهواء الهوى ان هو بيتحكم فيا انما في فرق بين ان انا بحب كره القدم وبستمتع بيها ان انا بشوف خطط بشوف واحد بيخش وسط 7 مهاجمين ويجيب جون كاستمتاع شخصي او ان انا اوصله يعني هقول لك على حاجه لو دلوقتي الفريق بتاعك عنده ماتش مصيري وفي اذان مؤذن هتسيب الاذان وتروح انت بص حضرتك دايما بلاحظ من كلام حضرتك ان انت دايما بتاخد ان الموضوع ده على المجتمع كله او الشريحه كامله لا في ناس بتسيب الكوره بتروح تصلي كام في المية ما مش هحسبهم كام في المية بس بتحصل فعلا احنا دلوقتي بنتكلم عن نقطه الاحتراف يا دكتور الاحتراف دلوقتي حضرتك يعني زي ما قلت لحضرتك احنا اللاعب اللي بيطلع يحترف ده لو هياخد مليار جنيه مليار دولار اوكي البلد هيخش لها جزء والنادي بتاعه يخش له جزء والكلام ده التفاصيل حلوه قوي زي الفل وكلام زي الفل لكن انا كمجتمع عاد عليا ايه انا بقى عندي فلان محترف يعني انا زي بالظبط كده المرض المجتمعي اللي احنا عايشين فيه اللي هو بتاع لازم ابني يطلع دكتور عشان ابن خالته طلع دكتور مع ان خلاص ما احنا عندنا اكتفاء ذاتي من الدكاتره ما يطلع حاجه ان البلد محتاجاها والناس محتاجاها لازم يطلع مهندس عشان ابن عمته طلع مهندس يبقى لازم هو يطلع مهندس ما يطلع الحاجه اللي بيحبها عشان يبدا فيها. انت بتتكلم عن المجتمع المصري بس ولا بتتكلم عن المجتمع العالمي كله؟ ما هو احنا انا ما هو انا لما لو انا اتكلمت عن العالم كله وقفلت او نسيت المجتمع اللي انا عايش فيه والمجتمع اللي انا بتاثر فيه يبقى معنى كده ان انا عندي قصر نظر، انا بتكلم عن مجتمع يعاني من جميع الامراض الاجتماعيه الا البسيط او الفئه البسيطه جدا. دائما المجتمعات بتمر بمراحل. تمام. يعني ممكن يجي وقت على المجتمع المصري او اي مجتمع انه بيهتم بحاجه معينه وبعد فترة من الزمن ممكن تكون وجيزة جدا ممكن تكون كبيرة بيهتم بحاجة تانية دي شيء طبيعي جدا وده أساسا يعني في علم النفس وفي المنطق وكل شيء إن ده شيء طبيعي جدا ولا إن هو يقلل من مجتمع معين النقطة اللي بتفرق معايا اللي هو تحويل الموضوع إلى موضوع مصيري إن أنا مثلا عندي لاعب محترف إن أنا كده أقول أخش يعني أنا دلوقتي لو أنا عندي لاعب محترف تمام وهنفترض محمد صلاح هو مثل جيد لان هو غير فكره الغرب عن الاسلام شوف انا خدتها من جزء فيه لا احنا برضو معلش خلينا نخلص بس الكلام طيب حضرتك تفضلت تتحدث الان تعليقا على ما قاله الضيف الكريم وفكره ده شيء طبيعي او تغيرات مجتمعيه من الحين الى الاخر بتبقى في كده يعني وكانها يعني ايه موضه معينه او ظاهره معينه لكل جيل او لكل زمن بس لو جينا نبص قريب يعني مش بعيد ولا حاجه في الستينيات والسبعينيات هنفترض ان الصيحه مثلا او النجوميه مثلا في الفن
تمام. لم تكن أيضا الفجوة بعيدة. يعني هو دايما السؤال اللي بيتسأل أو اللي الناس بتتكلم بيه دلوقتي، مش ما عنديش مشكلة إن لاعب كرة القدم ياخد كام، لكن الطبيب، المهندس، المدرس، ايضا رجل يعني الذي يقدم ادوار حقيقيه وهكذا للوطن الى غير ذلك. بص حضرتك، وكنت انا اتفهم طبيعه اختلاف العمل وان هذه تعتبر صناعه حره، انا اتفهم ذلك، لكن يعني هذا سؤال مطروح. ويعني حضرتك تعلم يا دكتور ان في حاجه اسمها القوى الناعمه. القوى الناعمه دي بقت اساسيه يعني في المجتمع وفي العالم كله، بقت اول من القوى اللي المعترف بها واللي هي ممكن تاخد رقم واحد كمان. نعم. يعني ما قلنا مثلا كره القدم دي من القوى الناعمه، البرازيل حضرتك وانا وفي ناس كتير جدا ما كانش تعرف اول ما يتقال برازيل يجي في ذهنها على طول كره القدم. صح ولا لا؟ صح. اما يعني فهنا كره القدم كقوه ناعمه، وبعدين تحولت كمان بعد كده انها تبقى صناعه، وزي ما حضرتك ما قلنا انها هنقول حوالي 5 مليون بيشتغلوا في مصر في قطاع الرياضه، قطاع الرياضه وبخاصه كره القدم. ليه؟ لان كره القدم مش لعيبه وبس، كرة القدم ملاعب واستادات، والناس حتى اللي بتبيع قدام الاستادات وقت المباراة، واللي بتبيع بقى ورد، واللي بتبيع فانيلا، واللي بتبيع الكلام ده، كل ده مستفيد. يعني الدوري لما توقف في مصر قبل كده ومنعوا الجمهور وروح، قطاع كبير جدا تأثر وتوقف كرة القدم. نعم. لأن في ناس بتبقى مثلا واحد مسكين على قده مثلا، أو مش ما عندوش أي مانع، كان بيستغل فترات المباراة يروح يبيع علم مصر، يروح يبيع علم الزمالك، علم الأهلي، كان بيستفيدوا من الكلام ده كله. حاله التعصب اللي موجوده احيانا عبر صفحات التواصل الاجتماعي والفيسبوك تحديدا، وحالات انا اسف في اللفظ لكن هي دي حقيقه، يعني بحجه التحفيل كده، حالات من الردح المتواصله يعني قبل وبعد مباراه كره القدم، صح التعبير يعني. تمام. مسؤوله عنها الجمهور ولا الانديه ولا تصرفات اللعيبه؟ لا، رقم واحد الاعلام. ده خيار رابع خالص. خالص خارج الموضوع. الاعلام عموما ولا الاعلام الرياضي؟ الاعلام الرياضي. عشان الاعلام الرياضي لما بيحب يفخم في فريق، يفخم فيه جدا او يفخم في لاعب، وممكن يكون اللاعب ده مثلا سيء جدا، وممكن يعملوا منه او يعملوا منه عذر. يعني مثلا لو اصاب لاعب زميله يقول لك ويعتذر له، يقول لك شوف الاخلاق، شوف الجمال، شوف عمل ازاي. ولو مثلا نفس التصرف حصل من لاعب تاني وهم مش حابينه، ده عدم اخلاق، وكان المفروض يتحاسب، والمفروض ينزلوا قانون في الرياضه انه يروح القسم ويروح النيابه ويتحاكم. لا، هو الدكتور يقصد ان هو الـ حسب الاهواء وحسب. لا 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 لا، اللي هو الفكره العامه ان في بعض الانديه في مصر لها لا حماية، كل الامتيازات لا حماية. تقصد صح طبعا. صح ولا كلام؟ طبعا. وعلى فكره تقصد مانع يا دكتور طارق بهذا الكلام؟ ما هو معروف يعني. هو قال لك في الاول. طب حضرتك دلوقتي عندك الناديين الكبار، الاهلي والزمالك، الزمالك ولا كل نادي عنده قناه فضائيه ممكن يشارك، لان اساس التعصب الرئيسي. ان انا زي ما بقول لحضرتك انا زملكاوي، لكن انا اعترف ان قوه الاعلاميه للاهلي اكبر، قوه الجمهور اكبر. طب الزمالك عنده الاهلي ماشي، اعلام الزمالك مهما كان اعلام برضه يعني انا عاوز اقول لك ان هو اعلام نظريه الصعبانه لا 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 اعلام عارف عنده بيتحرك شويه. يا دكتور بيتحرك شويه. يا دكتور هقول لحضرتك حاجه. انا شفت انا قلت لحضرتك في الاول، انا خلاص يعني انا لو قلت مين اللي ماسك، والله العظيم لو قلت لي مين اللي ماسك الاهلي او الزمالك دلوقتي مش هعرف بامان. الاهلي الخطيب. لكن لا لا، انا بتكلم على الزمالك كلهم بلجنه، على اللعيبه. انا بتكلم على اللعيبه او اللي هو المدير الفني. حتة ان انا اشوف انت وصلك لمرحلة احساس ان انت مضطهد. لا مش احساس، انا مش بتكلم على احساس على فكرة. انا هو ده يعني دي فكرة برضو احيانا وصلت. لو جينا نبصينا مثلا، هقول لحضرتك على حاجة اللي هو اعتقادي الشخصي، احب الكرة، العب، استمتع بالكرة. لا بص اسمح لي حاجة، انا بتدخل بقى، اسمح لي. حضرتك الان بتقول ان الاهلي بيمتلك آلة اعلامية اكبر. تمام. طيب هو حضرتك مش شايف نفسك انك ورعت نفسك دلوقتي في حرج في نفس النقطة اللي حضرتك نقدت بها الإعلام الرياضي لما قلت إن الإعلام الرياضي مسؤول عن شيء من التعصب؟ طب أنا كزملكاوي بتفرج دلوقتي على حضرتك، وحضرتك راجل دلوقتي إعلامي وراجل صحفي وراجل كاتب، صورت لي كزملكاوي إن أنا مظلوم رياضياً، فدي شيء من زيادة التعصب، وأنت كده بدون ما تقصد نميت ريحة التعصب. لا بالعكس، والله أقول لحضرتك حاجة، أنا مؤمن بشيء، إن أولاً في جميع دول العالم إن في بعض الدول عندها فعلاً الفريق المدلل. ودي احيانا بتكون لاهداف، ما عشان لكم قاعده جماهيريه اكبر يا دكتور.
خلاص يبقى هنا احنا طيب بنقول صح. هو السؤال ده ان هو يرضي الجمهور الاكبر. طيب طيب عشان الشعب يعني ينام مبسوط. حضرتك دلوقتي فضلت بس حضرتك فضلت وقلت حاجه قلت القوى الناعمه. هو مين في مصر اللي بيقدر يلعب في المحافل الدوليه اكتر, اهلي ولا زمالك؟ مين في مصر اللي بيقدر ياخد بطولات افريقيه اكتر, اهلي ولا زمالك؟ وهكذا. هي الفكره. هذا السؤال عشان نفسك لا لا امثل الاهلي, لكن يعني ده السؤال اللي بدور الوقت في ذهن الاهلاويه لما حضرتك تقول انا زملكاوي والطرف الاخر مش بيتكلم نلف الكوره يعني او مش بيشجع انديه معينه. لا بس والله لكن يعني انا بصراحه برغم ان انا زملكاوي بس مساله التعصب دي انا يعني بشوفها انها عاوز تعصب تعصب حميد زي ما بقول يعني اللي هو مثلا ايه. انا ممكن يكون الاهلي نفسه بيلعب كويس جدا, انا بحب الكوره بحب اشوف متعه كوره, ممكن يلعب كويس جدا اقول برافو. ممكن مش الاهلي بس او الزمالك بس, اي فريق من بره. طب ليه الجمهور المصري دلوقتي بقى له يعني بيشجع فرق من اسبانيا مثلا ومن انجلترا؟ احنا ليه بنشجع مثلا ليفربول اغلبنا؟ عشان محمد صلاح. فهنا اللعبه الحلوه نفسها هي بتفرض. تمام. هتقول لي حضرتك طب ما الاهلي جمهوره بيحب اللعبه الحلوه, ماشي اوكي. بس هو عارف ايه, طلع كده حاجات موروثات يعني. انا مش عاوز اتكلم اكتر في الموضوع ده. انا هسالك يعني اخر سؤال في الجزئيه ديت عشان نعدل اللي بعديها. اتفضل. لعبت الزمالك كافراد افضل ولا لعبت الاهلي يعني حاليا؟ يعني لعب كده روح. حاليا لا طبعا لعبت الزمالك. طيب. وبيعترف الجميع يعني. جماعيه الاهلي افضل ولا جماعيه الزمالك؟ لا جماعيه الاهلي. طيب هنا بقى ايه علاقه الدوله وعلاقه التدليل بفريق بيلعب كره جماعيه حتى اذا كانت عناصره ما هيش هي الفت الاستقرار؟ الاستقرار يا دكتور. نادي الزمالك غير مستقر. من المسؤول عن الاستقرار؟ هل هي الدوله ام هو النادي؟ لا الدوله برضو طبعا. النادي انت بص شوف عندنا بعض التسهيلات منظومه وبتكمل منظومه. لا هقول لحضرتك تاني برضه. لا لا مش صعبه. لا بس اسمح لي بس انا اتكلم والله. انت عارف انت عامل بمنطقيه عامل زي الابن يعني. في احيانا الابن كده ممكن يبقى هو واخد كل الدلع بتاع ابوه واقول لك ابويا ظالمني. ابويا ظالمني ممكن يعني الزمالك اللي واخد الدلع. فانت بص حضرتك تذكر مثلا في 2006 مجلس اداره الزمالك اتحل. تمام. على طول بقرار اول ما جت المحكمه حكمت يلا شيله على طول. في 2013 تقريبا او 2012 مجلس اداره الاهلي اتحل, نزل قرار قال لك يبقى المجلس هو اللي يدير لحد ما يجي في عربي يا دكتور. ايوه ما المحكمه حكمت هنا وهنا يا دكتور. المحكمه في عربيتين ماشيين على الطريق, عربيه ماشيه كده وعربيه عماله تعدي من العربيات اللي حواليها, مين اللي هياخد مخالفات اكتر؟ اللي بتمشي على بس خلاص انت جبت النقطه. هو اللي بتمشي كده. شوف يعني انا مش كده كده كوره وجبتها وخلاص بقى. يعني احنا نمشي كده كده. احنا مجتمع نمشي كده كده. لا مش المجتمع. انا عاوزين نمشي كده. بتكلم على الفريقين. الفريقين اهوت فريق كل يوم عامل بص أنا يعني هقول لحضرتك على حاجه. هقول لحضرتك انا كابتن الخطيب بحبه كشخص لان انا ابويا بحبه وطالما يعني وراثه. بص لا لا بحبه لانه انسان محترم. الكابتن الخطيب لما راح مثلا في 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 بعض قريتها كخبر فقال لك الفريق التونسي او اعتقد حاجه زي كده, فالرئيس النادي طلع استقبله في المطار فهو قال اول مره, فالصحافه قالت اول مره الراجل ده يطلع يستقبل حد رئيس نادي في المطار, قال لهم هو طلع يستقبل النادي يعني هو كلم بصفه الجامعة مش بصفه الشخص. فدي فكره حلوه برضو انها تتربى او تتنمى في مجتمعنا كله. احنا عندنا في مجتمعنا كله المشكله دايما ان انا بتكلم مع احترام للكابتن الخطيب واحترام رموز النادي الاهلي والنادي الزمالك ورموز مصر كلها, بس برضو الهاله الاعلاميه. هل حسن شحاته ما كانش على قدر قدر اللعيبه يعني مثلا من هل نفسها زعلانه من اللي بتتكلم عليه والله يعني كلاعب جيل والوقت احنا بنتكلم في جيل. لا ما انا هو حضرتك بقول لك الكابتن الخطيب هذا هو موضوعنا بالاساس اهلي وزمالك. احنا موضوعنا بنتكلم صحيح يعني في جزئيه ثانيه عشان بس موضوع الحلقه ما يروحش بينا نقلب نادي رياضي وفي حلقه رياضيه. لكن ايضا البعض يتحدث عن ان النادي الاهلي هو الاكثر التزاما بالقيم بالمبادئ بأس معينة, وده بينمي يعني الروح الخالية من التعصب. الاستقرار يعني الروح الخالية من التعصب. شوف ركز معايا الاستقرار يا دكتور يعمل كل حاجة. صدقني والله هو الاستقرار. الاهلي بيتميز بالاستقرار. بس هقول لحضرتك على حاجة. بما ان انا مش انا بحب جمهور الزمالك لسبب بأمانة والله. اقول لك مش مشكلة يكسب يخسر ياخد دوري ما ياخدش دوري. هكذا كانت الآراء هنا في استوديو الهواء. كيف كانت الآراء في الشارع؟ نتابع الآن أيها السادة عبر هذا التقرير رصدنا من خلاله بعض آراء الشباب في الشارع المصري ثم نعود لحضراتكم مرة أخرى. حضرتك بتقولي دلوقتي السؤال ده إجابته إزاي؟ أنت دلوقتي المفروض أنا راجل لاعب ربنا اداني موهبة
ان انا ابقى لاعب وابقى بدخل في الكوره. هديك قسم ازاي بيرتب مع موظف او شغال موظف؟ لا دي حاجه ولا حاجه. ده موهبنا عند ربنا وانت رايح تشتريه. ده انت اللي رايح تقول انا عايزك، يحط السعر اللي هو عايزه. قبلت او ما قبلتش انا حر. اما تحطليش ان اللاعب بياخد فلوس والموظف ما بياخدش بياخد بيانات، لا دي مالهاش دعوه دي خالص. او ده مقياس وده مقياس، ده اتجاه وده اتجاه. الاجور دي حاجه طبيعيه يعني، دي تجاره هم يعني ده اجورهم يعني. هو ما تقارنوش بالعلم بالتعليم او بالدكاتره او ما ده حاجه ما تقارنش يعني. ده شيء وده شيء تاني. حضرتك احنا دلوقتي يا فندم بنتكلم على لعيبه الكوره اللي بياخدوا ملايين واللي بياخدوا الوفات، ما في ناس بتاخد برضه في درجه تانية ودرجه ثالثه وفي انديه وفي مراكز الشباب بياخدوا ملايين. فدي رزقهم. الكوره دي صناعه ماشي، الكوره ديت معموله بتمتع الناس والجماهير من حقها انها تستمتع. فما نبصش بقى للاعيب اللي بياخد ملايين. طب ما في بياخد ملايين وبيتعب على ما يوصل للحاجه دي. فاحنا الحاجه اللي في ايد المفروض كل واحد كده ما يبصش للي في ايد غيره، يجتهد ويعمل ويتعب ورزقه هيجيله. محدش عارف رزقه فين ومحدش عارف. فاحنا ما نقعدش نتكلم بقى نقول ده بياخد كام وده بياخد كام، وكل واحد يخليه في عمله ويخليه في شغله ويخليه في مجاله علشان الدنيا تمشي كده. لا انا شايف ان الاجور دي منطقيه جدا لانها بتعكس مدى نجاح الصناعه وشعبيتها واهميتها. زي ما بنشوف الدوريات الكبيره طبعا كل ما يكون الدوري قوي والقيمه التسويقيه عاليه والتنافسيه فيه عاليه الاجور بتزيد. انما بالنسبه للمقارنه ما ينفعش نقارن ده قطاع وده قطاع تاني خالص. بس هكذا كانت اراء الشارع كما تابعنا الان بين المؤيد والمعارض. البعض بيقول لك ان كره القدم احتراف والاغلب اهلاويه. لا مش اهلاويه ولا حاجه. الاغلب اهلاويه المراهقين يعني ما فيش فايده بالاهلاويه قد الزملكاويه قد ما نعرف فكره ده مع فكره ارتفاع اجور اللاعبين ولا مش معاه، ولا ده بيأثر على الناس ولا لا. في تباين، والموضوع طالما ان في تباين في الشارع وتباين ايضا في استوديو الهواء احنا نحترم كل وجهات النظر، لكن بيهمنا دايما الحلول والتوصيات. في جعبتي 5 دقائق الان فقط سيد سامح المعارض. الحلول انا هبقى مؤيد جدا للاحتراف لو كان جزء كبير من الاحتراف ده دخل في العمل المجتمعي. هو بيخش لخزينه الدوله، لكن لو كل لاعب مثلا هنقول مثلا واحد زي محمد صلاح فرد اهوت يعتبر عمل مؤسسه في بلده، مؤسسه علاجيه، مؤسسه هقول لك بيعمل وبالفعل هو بيقول انا انه بيعمل. لو هو تم تعميم الفكره ان كل واحد انت هتطلع تحترف يبقى انت مطالب بحق منطقه مثلا معينه الدوله شغاله في التطوير، يبقى انت خد جزء معين طوره. هيبقى هقول لك على راسي زود ياخد 1,000,000,000 جنيه. ما هو كده رجع لي رجع مش لنا كشخص كسامح، لا رجع ليا كمجتمع، رجع ليا كمنظومة حياتية احنا عايشين فيها. ان انا انت احترف زي ما انت عاوز، بس اهم حاجة اما ترجع وانت راجع تجيب الثقافة اللي انت اتعلمت بها برا وتحاول انت تتأثر بيها على مجموعة معينة، مش تيجي عشان خاطر تحس ان انت لازم يبقى ليا اوضة معينة وتعامل معين. لا ان انت بترسخ فكرة ان انا احسن عشان انا كويس، عشان انا اكثر نفعا واكثر خدمة لبلدي واكثر خدمه للمنطقه اللي انا موجود فيها. لو حصل كده يبقى اشجعك. ليه؟ لان انا لو دكتور وباخد مثلا مبلغ بسيط، طبعا الدكاتره في على مستوى العالم استحاله ياخد زي لعيب كره القدم او زي فنان. نعم. لكن لو كان الدخل جزء من الدخل ده داخل ان انا مثلا بطور مستشفى او يعني مثلا انت مسؤول عن تطوير مشاركه مجتمعيه نعم. مجتمعيه في مكان اشجعك واقولك على راس. انما الاستفاده ان انت كشخص تاخد المليارات دي كلها ربنا يزيدك وكل حاجه، لكن احنا كمجتمع وكدوله ليها حق عليك وليها انت موجود فيها كدور، مش مجرد ان انت جاي عشان تاخد السبوت وتاخد اللقطه وتاخد الصورتين وتطلع تاني ترجع تروح الفريق بتاعك وتيجي تتعامل مع المنتخب كنجم ان انا يا جماعه انا تنازلت وتواضعت ان انا جيت لعبت معاكم وان انا جيت اديتكم خبرتي ومهارتي في كره القدم او ان انا جبت لكم جون. لا ان انا احسسك ان انا جزء من الكيان ده، ان انا يا جماعه اعمل مثلا 1%. اذا كان المجتمع هو اللي بيعمله كده، هو اللي بيوصله كده، وحقه كمان. بص هقول لك المذيع نفسه يستضيف النجم، خلينا نتكلم بوقت، والشركات نفسها تاخد صوره من النجم. احنا شوف الحلقه اللي فاتت احنا كنا بنتكلم على الفيسبوك والترند. اي حد دلوقتي بقى بياخد الترند بقى هو. خلينا نتكلم عن واحد زي انور اسماء ولا مش لازم؟ اتفضل. واحد زي حمو بيكا. هل حمو بيكا بيقدم قيمه للمجتمع؟ هتعلم بالنسبه للنظر البعض بيقدم قيمه ترفيهيه. طيب. بالنسبه للنظر البعض اشوف انت جبت النقطه. هات واحد عالم جليل وهات حمو بيكا في مكان الناس هتروح تصور مع مين؟ ما هو الجمهور بتاع حمو بيكا ده بالنسبه له ده هيستفاد من حمو بيكا، لكن مش هيستفاد من عالم الجليل.
يعني هو ده يقدم له قيمه ترفيهيه. طب انا دلوقتي انا استفدت ايه لما عندي لعيب بياخد مليار جنيه؟ هو ما وصلتش المليار بس يعني بياخد كتير يعني. لا لو بياخد بيوصل المليار جنيه يوصل. لا جايب يعني افترض بياخد ايا كان المبلغ اللي بياخده. انا استفدت ايه كمجتمع؟ حضرتك استفدت ايه لما دكتور مثلا عامل مثلا الكشف بتاعه مثلا ب1000 جنيه مثلا؟ استفدت ايه؟ هو دكتور متخصص في علم كل واحد. اصل هقول لحضرتك على حاجه، الراجل ده اشوف قضى كام سنه عشان يحضر. ماشي برضه في النهايه بيستفيد لنفسه برضه، مش هيديك. لا بس بيستفيد. انا لاعب الكره ده عنده موهبه فذه جدا. اصل هقول لحضرتك على حاجه، انا ممكن تبقى الناس بتتمتع بيه وهم اللي بيدوله. ما هو عنده ندره في حاجه علاجيه انها تشفي وتحيي بني ادم. هو طبعا الشافي واللي بيحيي هو ربنا. ماشي، ما في دكتور مثلا كشفه 50 جنيه برضه بيقدم برضه حاجه. لكن هل تعتقد ان الدكتور اللي حضر مثلا، لكن هو عشان يمكن دكتور مشهور؟ ما احنا دي برضو اللي بنقول عليها في لعيب كره القدم. في لعيب كره القدم يعني هياخد قد ايه؟ 1000 جنيه في ممكن بخبرته. بخبرته وعلمه والكلام ده كله تمام. وده اللي بيتطبق على لعيب كره القدم. 1000 جنيه وكنت لو حابب ايضا يعني. طب ما حضرتك الكشف ب 1000 جنيه بس هيحاسب الدكتور على كشف 1000 جنيه وهسيب لاعب الكره اللي هو بياخد افندم. استنى، اما في لاعب كره بياخد 300 جنيه صحيح. ما هي نفس القصه. ده لاعب مشهور جدا وعنده موهبه وعنده احترافيه كبيره فبياخد المبلغ ده. وفي لاعب في نادي اسكو مثلا ولا في نادي، لا مش عايزين نذكر اسماء طالما لا انت ما ذكرنا بياخد 300 جنيه مثلا وساعات ما بياخدهمش كمان. نعم نعم. اذا ايوه الساده، كان هذا ختام هذه الحلقه عبر برنامج القضيه. لا احب ان اعبر عنها بمناظره الى الحد الذي هو يعني محوره لعرض الراي والراي الاخر. سعدت في هذا المساء بضيوفي بالكاتب الصحفي والإعلامي الأستاذ سامح دراز، تحياتي لحضرتك، شكرا جزيلا على حسن الانضمام. شكرا كاتب الصحفي والإعلامي دكتور طارق فوزي، تحياتي لحضرتك. تحياتي لك. شاكر جدا لحضرتك، ونتمنى من السادة المشاهدين أن نكون يعني خفاف على حضرتكم وأن تكون تحققت أو حققنا شيئا من الإفادة حول إثارة هذا الموضوع. كان موضوع حلقة الليلة في هذا المساء، هل تؤيد الأجور المرتفعة للاعبي كرة القدم باعتبار أنها صناعة واحتراف أم أنها لها أثر سلبية على ذوي المؤهلات العليا وباقي طبقات المجتمع؟ شكرا لكل سادة الزملاء من فريق العمل بقيادة دائما الإبداع السيد محمد البطريق، تحياتي إليك يا محمد ولكل الرفاق. أما عن جناح فخامة سمو حضرة المشاهد الكريم، كما تعلمون أمنياتي أن أكتب على أسواري قلوبكم ممنوع الاقتراب فهذا وطني. رق المنى، هذه تحيات محمد الشاعر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.